الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. اليوم كانت فرصة لمخابر كليتنا وكل الباحثين باش يقدموا كل المواد اللي تحصلوا عليها في نتيجة البحث نتاعهم أمام المدير العام لشركة صيدال، لمؤسسة صيدال، وهذا باش تكون شراكة بينهم وبين هذه المؤسسة فيما يخص ميادين الصحة، فيما يخص ميادين مثلا المواد مثلا اللي مستخرجة من النباتات كالزيوت والمواد الصيدلانية. إذن كانت حقيقة فرصة للإعلان بكل المواد اللي تحصلت عليها هذه المخابر، وبالتالي هذا الباحثين وطلبة الدكتوراة. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد. بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل، صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي. ما كاين نزيف، ما كاين ألم. إيمو براو جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.